افتتح مسرح سامر بالعجوزة وذلك بعد الانتهاء من عمليات تطويره ورفع كفاءته. وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني إن مسرح سامر يمثل فصلا مهما لحركة الفن والمسرح المصري، ويعد افتتاحه عيدا للمسرحيين المصريين. الروح تدب من جديد في جنبات وأروقة مسرح السامر التي تستقبل خشبته عروض مسرحية فنية وثقافية تنتعش من خلالها رسالة الفن المصرية من خلال ثوب جديد للمسرح بعد إغلاق دام 31 عاما. افتتاح السامر النهاردة بيعتبر علامة من علامات الثقافة المصرية، لأن السامر له أهمية عند جميع المسرحيين من نقاد وكتاب وفنانين ومبدعين. السامر له تاريخ كبير وعريق من بداية من إنشاؤه من سنة 71 حتى الآن. أكبر دار العروض الموجودة في القاهرة، وهو متنفس لفناني الأقاليم، لأن إحنا بنستضيف كل العروض بتاعة الأقاليم، كل العروض اللي بتتعمل في الأقاليم، لأن إحنا كقصور ثقافة بننتج ما يعادل 500 عرض في السنة على مستوى الأقاليم الأربعة أو الخمسة الثقافية. هذه النافذة الثقافية العظيمة العريقة عادت مرة أخرى للحياة بعد فترة موات. مسرح السامر، المسرح اللي شاف مجد وأعمال مسرحية من أبناء الأقاليم، المهرجانات اللي بتقام، النجوم اللي بتفرزها الثقافة الجماهيرية. الثقافة الجماهيرية يعني جهاز من أعظم أجهزة وزارة الثقافة. بدأ تطوير المسرح عام 2021 بإعادة بنائه مرة أخرى وتغيير شكله ليصبح له أول سقف حقيقي بدلا من الخيام، بالإضافة لقدرة استيعابية تصل ل 350 فردا ليستقبل عروض الأقاليم والشباب ويفتح أبوابه للجماهير مجانا. إضافة طبعا للمؤسسات المسرحية الثقافية، لأن مسرح السامر ده الأصل، أصل الموضوع، أنا مسميه أصل الموال يعني. فأنا بقول مبروك لكل الحركة المسرحية، لأن ده سرح كبير قوي، وخرج نجوم وخرج مؤلفين ومخرجين ومفكرين أيضا. ده شيء جميل جدا 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 إن يبقى فيه مسرح تاني جديد، وياريت في كل منطقة يبقى فيه مسرح جديد وناس تخش وتتثقف وتشوف وتتعلم. ده اللي احنا عايزينه، العلم هيطلع من هنا، الثقافة هتطلع من هنا، فده يعني هيبقى شيء هايل لو في كل مكان يتعمل مسرح. جايين هنا نفتتح مسرح السامر طبعا بعد غياب 31 سنة، فدي حاجة كبيرة لنا قوي ان احنا نكون من ضمن الحفلة. شيء كويس جدا ان احنا نكون موجودين النهاردة في افتتاح مسرح كبير زي مسرح السامر بعد قفل لمدة 31 سنة، ان احنا نكون موجودين النهاردة في حدث عظيم زي ده، فده شيء يضيف لنا جدا وتكتب في تاريخنا. يعني احنا فرحانين ومبسوطين ان احنا بنفتح مسرح السامر، والعرض ده يعني بالنسبة لنا مهم قوي ان احنا شارك في مسرح السامر، فدي حاجة عظيمة أوي. افتتاح تاريخي ثقافي يأتي ضمن مجهودات الدولة لبناء جيل فني واع، فضلا عن استراتيجية متكاملة للربط بين الأجيال القديمة والجديدة والارتقاء بفن المسرح من جديد. إعادة بناء مسرح السامر من جديد يبعث روح الأمل في الأجيال القديمة لتسلم الراية لأجيال جديدة ليحيا عبر ذكراهم تراث فني عتيق ويخلق أهدافا توعوية ثقافية فنية جديدة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.